السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دداح. اليوم ان شاء الله خواتاتي راح ندير معكم لوبيا تفصيص. لوبيا تفصيص هذه اللي تجي هكا حمراء، ها هي ديك. انا هنا نقيتها وشللتها بطبع، تجي هكا مطاشيه بالغوج بالنسبه يعني للمتتبعات اللي راهم ليك في البدايات تاعهم في المطبخ. واش نسحقوا؟ يعني ما كاش ما اسهل نسحقوا طوماطيش على حسب يعني اللوبيا اللي عندنا. شوفوا الكميه اللي عندي، قيس ان بول تاع شوربه صغير، زوج حبيبات طوماطيش وحبه تاع بصل. بيان سور القاعده في هذه اللوبيا هذيا انها تجي باللحم. زمان كانوا يديروها كامله باللحم الغنمي كيما راكو تشوفوا دركا، يعني المتواجد كساسوا كيما انا هكا ديكات. تقدروا ديروها بالبقري، تقدروا ديروا بهبرات، يعني شويه تاع اللحم. هاد اللوبيا هذه تحب الفشوش. التوابل واش نسحقوا؟ شويه فلفل كحل، شويه قرفه، شويه فلفل عكري، وشويه ملح لي دام فقط. دوكا نروحوا ديريكتومون يعني نطيبوا اللوبيا ديالنا. البصل نقطعوه يعني هكذاك بالطول، الطوماطيش نقطعوها مكعبات صغار، ونروحو نطيبوها كيف كيف. في طنجرة نحطوها يعني فوق النار. نديرو أول حاجة نديرو ليدام. أنا هنا راح ندير بسم الله مغرفة، زوج اللوبيا تحب شوية ليدام بزيادة باش تجي بنينة، قلتلكم تحب الفشوش. ونحط لي مغصو تاع اللحم تاعي، كما أنا هنا عندي ليكات. هنا الطنجرة ديالي مازال ما سخنتش، نخليها تسخن. وهنايا كي قليت شوية اللحم، يعني خليته يتقلب شوية في ليدام ديالو. هنا بيسك اللحم ديالي غنمي، وشفتو ديكوت على بالكم بلي كليكوت يطيبو تاع بالخف، بس ما يطيحو لي سواسوا مع اللوبيا. الوغ لو كان جا اللحم بقري، لو كان غلقت عليه هو الاولاني، ندوز نتو غلقت عليه باش نرمي اللوبيا والبصل والطوماطيش ديالي. الوغ هنا كوم قلت لكم اللحم طري، الوغ واش ندير؟ نحط الكمية يعني تاع البصل اللي هي بصيلة كي شفتوها من قبل، نحطها تدبل وتتقلى مع اللحم باش تجي بنينة. نخلي البصل ديالي ماشي تو تسويت نرمي عليه يعني اللوبيا والطوماطيش. نخلي البصل يدبل مليح مع اللحم باش تجي بنينة. على بالكم بلي اللوبيا تفصيص سا ديبون اللحم اللي عندكم كيفاش طيبوها. انا هنا وريتكم كي نطيبوها باللحم الغنمي وزيت ديكوت، يعني ما يديش بزاف الوقت. شوفوا البنات هنايا كي دبل البصل ديالي، شوفوا واش ندير. انا هنا حبيبه طوماطيش قطعتها مكعبات صغار، الحبيبه الاخرى سكرفشتها هنا. الطياب يحب القانه باش يجي فريمون بنين. هنا نزيد لها شويه وندير شويه فلفل عكري، الملح، هكذا نزيد شوية هنا، شوية قرفة ماشي حاجة، هكذا، وفلفل كحل. خلي الطوماطيش تاعي تطلق روحها شويه قبل ما نرمي اللوبيا، ونمرق ونخلي كلش يطيب كيف كيف. نمرق مليح على حساب اللوبيا اللي عندي، ونخلي كلش يطيب ويتجمر. هنا شوفوا هنايا الطوماطيش تاعنا هاهي ليك تقلات تخي بيان. واش نديرو؟ نجيب اللوبيا ديالي اللي كنت شللتها، هاهي ليك بسم الله. هاهي
انا هنا نخليها تغلي شويه، يعني ترفد الغليه برك، ومن بعد نمرق. هنايا بعد ما رفدت الغليه ما عليا غير نمرق دائما كما قلت لكم بالماء السخون، ونمرق دو كوتي. هنا بيسك راح نطيبها في الطنجره اخواتاتي، كي نمرق نمرق بيان باش ما نقعدش اشاك فوا نزيد لها في الماء. باغ كونتر كي نطيبها في لاكوكوت نقص الماء، باسكو على بالكم كوكوطه طيب بالخف وباش ما تجيناش المرقه ديالنا شرورو الزغلي والماء يغلي يا خي. الوغ كيما انا هنايا مازال نزيد نمرقها بسم الله باش نخلي اللوبيا ديالي طيب باقلها، ما نتقلقلهاش تجي مجمره، تجي واش نقول لكم البنه تاعها رائعه. انا نقص عليها شويه ونخليها طيب. وهنا البنات كيشوف اللوبيا ديالي دخلها طياب، شوفوا المريقه تاعي كيفاش لبات، شوفوا شوفوا كاش جات مجمره الله الله، شهيتكم بالصحه ان شاء الله. انا هنا نحط الفليفله تاعي هاهي ليك باش تطلق لي البنه هكذا، ونخليها تزيد طيب. هنا على كل حال اللوبيا ديالي ودخلها طياب، شوفوا بصح نخليها تزيد تتجمر، ما نسحقش فيها المرقه بزاف كيما هكذا، ونعاود نولي لكم. فوالا البنات هنايا اللوبيا ديالي راهي طابت، شوفوا كاش طابت مجمره، شهيتكم بالصحه. مي هنايا راهو ليك الفوار. المهم نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم، شوفوا كاش طابت مريقتها، شوفوا كاش خويترها. صدقوني الماكله كي طيبوها يعني بعقلنا، ما نتقلقولهاش ما نقويولهاش النار، ندوزنوها كيما وريت لكم، مستحيل تقولوا لي ما جاتش بنينه، مستحيل يعني ما نقدرش يعني نامن كاش وحده تقول لي طيبتها بعقلها ومرقتها بالماء سخون وخليتها بلاقل هكذا على نار ماشي قاويه وخليتها حتى لبات وتجمرت وبعد تقول لي ماشي بنينه، هذا لا يعقل البنات. نتلاقاو بعدا في طبق التقديم. فوالا حبيباتي هاوليك الطبق تاعنا تاع لوبيا تفصيص بسلو طوماطيش باللحم، واش نقول لكم يجي فريمون الريحه تاعو برك يعود طيب، يعني تعطيكم بالخبر البنه ديالو رائعه، يعني من اطباقنا الجميله اللي ما نقدرش نستغناو عليها. وهذا هو الوقت تاع لوبيا تفصيص، يعني لازم نديروها، مستحيل يجوز الصيف بلا ما نطيبوها. هذه يا خواتاتي ان شاء الله الوصفه تاع اليوم والطريقه تاعي تكون عجبتكم، وان شاء الله يعني المبتدئات في المطبخ اللي راهم يتبعوا فيها ان شاء الله يكونوا راهم يستفادوا. وديروا بيان في بالكم الكلام الطيب، ويعني كي تقولوا لي باللي رانا تعلمنا ويعني ازواجنا راهي فرحانه بينا والعائله وليداتنا فرحانين بينا، هذا الشيء يزيد فيا النص، وهذا هو الشيء اللي يخليني نزيد نمد لكم ما اكثر. هذه يا خواتاتي بالنسبه لفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، وما قعد لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.